السلام عليكم يا اولاد. النهارده باذن الله هنحل الريفيجن شيت بتاع الكوارتر الثالث، وهنقف لغايه منهج 15 3 اللي هو الوحده الاولى جغرافيا. ده منهج تاني اعدادي ناشونال وامريكان جريد 8. طيب احنا دلوقتي النهارده في الفيديو ده هنحل بس الايه الشيت بتاع جغرافيا. بصوا يا اولاد كده، امام خريطه الوطن العربي اكتب ما تدل عليه الارقام الاتيه. انا عندي اولى دول في انتاج الخيول او في تربيه الخيول بمعنى اصح هتبقى مصر. اول دوله منتجه للاسماك هتبقى رقم 2، ايوه المغرب. دوله تشتهر بتربيه الدواجن بتربيه الاغنام يا اولاد معلش السودان. رقم 4 دوله بتشتهر بتربيه الدواجن هتبقى السعوديه. هقول تاني، رقم 1 هتبقى اولى دول انتاجا او تربيه للخيول مصر. تاني حاجة، دولة منتجة للأسماك المغرب. دولة تشتهر بتربية الأغنام السودان. دولة تشتهر بتربية الدواجن رقم 4، برافو عليكم السعودية. 5، دولة منتجة للتمر هتبقى مين؟ برافو عليكم العراق. دولة تشتهر بتربية المعز رقم 6، الصومال. مصايد البحر شمال الوطن العربي هيبقى البحر المتوسط. طيب مصايد البحر هنا شرق الوطن العربي طبعا البحر الايه؟ الأحمر رقم 8. 9، عندي المحيط الأطلنطي غرب الوطن العربي. 10، من مصايد المحيط الرقم 10 ده المحيط الهندي. وطبعا دولة منتجة للموالح دولة فلسطين. دلوقتي دي الخريطة اللي مجمعة أهم النقاط في الثلاث دروس بتوع الوحدة الثانية. طيب أنا عندي أسئلة اكمل. 1، من العوامل الطبيعية المؤثرة في الزراعة. أنا عندي فراغين. أول فراغ هنكتب موارد المياه العذبة وهنكتب التربة. اللي عايز يكتب المناخ صح مفيش مشكلة. طيب رقم 2، من العوامل البشرية للزراعة هنكتب الأيدي العاملة، هنكتب رأس المال. اللي عايز يكتب السوق ماشي تمام مفيش مشكلة. رقم 3، أنا عندي المصدر الرئيسي للزراعة في الوطن العربي. الوطن العربي الزراعة بتنمو بمعنى أصح إيه المية اللي بتساعد على زراعة الأراضي في الوطن العربي؟ مياه الأمطار، وخاصة في شمال الوطن العربي هتبقى أمطار شتوية، في جنوب الوطن العربي أمطار صيفية. طيب رقم 4، توجد التربة الخصبة حول مجاري الأنهار مثل نهر إيه في مصر والسودان؟ أيوة برافو عليكم، نهر النيل. ونهري إيه في الصومال؟ جوبا وشبيلي. طيب ونهري ايه في العراق؟ ها دجله والفرات. طيب يدخل القطن في صناعه ايه يا اولاد؟ اللي كاتب المنسوجات او كاتب الملابس الاثنين صح. يدخل قصب السكر في صناعه ايه؟ صناعه الورق والخشب، يبقى صح. يدخل قصب السكر في صناعه الورق وفي صناعه الايه؟ السكر والخشب. عندك ثلاث فراغات هنكتب صناعه السكر والورق والخشب. دي رقم كام؟ رقم يا اولاد رقم اللي هي رقم 6. طب رقم 7، تعد ظاهرة ايه من المشكلات التي تهدد الزراعة في الوطن العربي؟ ظاهرة التصحر. طيب في كمان اسئلة تانية، من المحاصيل الصناعية والتجارية في الوطن العربي. في فراغين عندي، المحاصيل الصناعية والتجارية، في ممكن نقول قصب السكر، بنجر السكر، وعندي كمان البن، وعندي كمان القطن. شوف انهي اجابة انت عايز تكتبها. الاربع الاختيارات اللي انا قلتهم صح، كتبت القطن، كتبت قصب السكر، كتبت البن، مظبوط الحال. طيب انا عندي في رقم 2، من اولى الدول انتاجا للموالح فلسطين، واولى الدول العربيه انتاجا للتمر العراق. رقم 3، من الحبوب الشتويه هنكتب القمح، ومن الحبوب الصيفيه الارز. رقم 4، تعد مصر من اولى دول عربيه في انتاج ايه؟ مصر اولى دول عربيه في انتاج كذا محصول، ممكن نكتب قصب السكر وممكن نكتب القطن. طيب يعد ايه من اقل الحبوب الغذائيه انتشارا؟ الارز. ويتركز زراعته فين يا اولاد؟ في شمال الدلتا. طيب انا عندي رقم 6، اولى الدول العربيه انتاجا لقصب السكر هتبقى مصر، ويدخل في صناعه الخشب زي ما احنا قلنا، في صناعه السكر وفي صناعه الورق. اولى الدول العربيه انتاجا للقطن هتبقى مين؟ برضو برافو عليكم مصر، وتدخل في صناعة المنسوجات والملابس. طيب
أكبر الدول العربية امتلاكاً للمراعي الطبيعية سواء أغنام أو أبقار هتبقى السودان. من أكثر الدول العربية في تربية الماعز هتبقى، برافو عليكم، الصومال. إيه أكتر الحيوانات انتشاراً في الوطن العربي؟ أكتر الحيوانات انتشاراً في الوطن العربي بسبب فقر المراعي هتبقى الأغنام. تقوم أو تقتصر تربيتها في مصر والعراق على ضفاف الأنهار هيبقى الجاموس. طيب، تقوم الدول العربية بتربيتها للحصول على لحومها بديلا للحوم الحمراء هتبقى الدواجن. طيب، تأتي المغرب في مقدمة الدول المصدرة، طبعا هتبقى ايه؟ الثروة السمكية. اللي بعدها، توجد المراعي المعتدلة شمال الوطن العربي وتربى عليها هتبقى الأغنام والمعز. توجد المراعي الحرة في جنوب الوطن العربي ويربى عليها الأبقار والأغنام. يبقى توجد المراعي المعتدلة شمال الوطن العربي هيبقى أغنام ومعز، أما جنوب الوطن العربي المراعي الحرة هتبقى أبقار وأغنام. طيب، إحنا عندنا رقم 9 من الدول العربية التي يقام فيها سباق الهجن، دي دولة الإمارات. هتبقى الإمارات، السعودية، مصر. عايز تكتب الإمارات، عايز تكتب السعودية، ماشي الحال. أكبر الدول العربية امتلاكا، في رقم 10، أكبر الدول العربية امتلاكا للثروة الحيوانية، أكتر دولة فيها بمعنى أصح امتلاك للثروة الحيوانية هتبقى مين يا ولاد؟ السودان. تمام؟ طب أكبر الدول إنتاجا للحبوب هتبقى مصر. طيب، اللي بعدها، من المصايد النهرية، لا بص يا ولاد، رقم 11 أنا أسفة، أكبر الدول العربية إنتاجا للدواجن هتبقى السعودية، أما الخيول هتبقى مصر. طيب، من المصايد النهرية، نهر مين؟ هيبقى مصايد نهرية نهر النيل، ومصايد البحيرية هتبقى مثلا بحيرة ناصر. طيب، حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل إنسان وتربى بها حيوانات مختلفة تسمى إيه؟ دي يا ولاد في المفاهيم اللي في آخر الوحدة اللي هي المراعي الطبيعية. أنا عندي ثلاث مفاهيم في آخر الوحدة، هتلاقي كلمة حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل إنسان، دي اسمها مراعي طبيعية. طيب، العراق أولى دول عربية في إنتاج إيه يا ولاد؟ التمر اللي هو البلح. تقوم الزراعة على المياه الجوفية في الواحات زي واحد سيوة. واحد سيوة دي اللي بين حدودنا بين مصر وليبيا، اللي في الصحراء الغربية. تعتبر دولة ايه؟ أولى الدول إنتاجا في الأسماك، المغرب. طيب، أنا عندي أسئلة بما تفسر، همسك كل سؤال نتكلم فيه يا أولاد. أول سؤال بما تفسر، ليه قيام الحضارة في المناطق الزراعية؟ أنا عشان تقوم حضارة زي الحضارة المصرية اللي هي الحضارة الفرعونية، أهم عامل من العوامل اللي أدت لقيام الحضارة المصرية طبعا ايه؟ نهر النيل. نهر النيل عرف الانسان الزراعه والاستقرار، يبقى قيام الحضاره في المناطق الزراعيه هتقولي لان الزراعه ساعدت على استقرار الانسان وقيام الحضارات. طيب، ليه قامت الزراعه في الوطن العربي؟ لتوافر عوامل طبيعيه عايز تذكرها زي المناخ، عايز تذكر التربه، عوامل بشريه زي السماد، زي السوق، عايز تكتب بس لتوافر العوامل الطبيعيه والبشريه لقيام الزراعه، تمام. الزراعه مهمه في ايه يا اولاد؟ ده في أول درس يا أولاد، سؤال بما تفسر للزراعة مهم. هتوفر الغذاء، هتوفر فرص عمل للسكان، جزء من الإنتاج يدخل في الصناعة، بمعنى أنا عندي قصب السكر ده، المحصول ده أنا بستخرج منه السكر، القطن بعمل منه ملابس، بتوفر طبعًا غير إنها بتوفر فرص عمل، إن جزء من الإنتاج بتاع الزراعة بصدره للخارج، فبيدخل في إيه؟ في التجارة. أنا عندي في مشكلات بتواجه الزراعة، تعاني الزراعة في الوطن العربي من عدة مشكلات. طيب، أول حاجة تذبذب، يعني عدم استقرار الإنتاج الزراعي، لأن إحنا معتمدين اعتماد أساسي على الأمطار، والأمطار مش متوفرة بكثرة في جميع أنحاء الإيه؟ الوطن العربي. فعدم استقرار الأمطار أو عدم استمرارها ده بيؤدي إيه؟ مشكلة بتواجه الزراعة في الوطن العربي. إن كل الأراضي الزراعية في الوطن العربي غير صالحة للزراعة، في صحاري كتير جدا. أنا ما بستخدمش أساليب حديثة. مشكلة التصحر اللي بتواجه الوطن العربي دي مشكلة بتأثر على مساحات الأرض الزراعية. عايز تحفظ اثنين، عايز تحفظ الأربعة، برضو مفيش مشكلة. ليه بقى يا ولاد ظاهرة التصحر؟ وده في نهاية الدرس الأولين. ظاهرة التصحر دي ليه بتحصل؟ لتفاوت كمية الأمطار، كمية الأمطار مش متساوية. زحف الرمال، الرمال بتيجي على الأرض الزراعية فبتخليها غير صالحة للزراعة. الرعي الجائر، إن تبقى مثلا الأغنام والماعز بياكلوا كمية الحشائش اللي موجودة، فطبعا ده بينهي على المناطق اللي فيها إيه؟ حشائش. قطع الأشجار، كل الكلام ده بيؤدي إلى تصحر الأرض وبتبقى غير صالحة للزراعة. طب كثرة زراعة المحاصيل المجهدة للتربة، مجهدة التربة يعني إيه؟
كل انا لما ازرع الارض مثلا اكتر من مره طبعا ده بيجهد التربه بيخليها ايه اصبحت غير صالحه للزراعه. طب السؤال رقم 6، ليه الرز اقل للحبوب انتشارا؟ عشان بيحتاج ايه؟ بيحتاج حراره مرتفعه ومياه وفيره، وقلنا مصر اكبر الدول في الوطن العربي عشان يتزرع فيها الرز، وبيزرع في شمال الدلتا، يبقى الرز ليه اقل الحبوب الغذائيه انتشارا؟ انه بيحتاج لحراره مرتفعه مياه وفير وتربه طينيه ثقيله، ودي المتوفره في شمال الدلتا في مصر. طب بص يا اولاد، لما يجي لي سؤال رقم زي رقم 7، ايه الاهميه الاقتصاديه لقصب السكر؟ الاهميه الاقتصاديه لقصب السكر تقول قصب السكر بيدخل في صناعات ايه؟ زي الورق، زي الخشب، زي السكر. طب ليه الاغنام؟ ده احنا كده بقى ايه بنتنقل للدرس التاني. ليه الاغنام اكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي؟ عشان فقر المراعي، المراعي الطبيعيه فقيره، فيها حشائش قصيره فبتربى عليها الاغنام. طيب ليه اهتمام الدول العربيه، ده هنتكلم على رقم 9، ليه اهتمام الدول العربيه بتربيه الدواجن؟ عشان اعوض النقص من اللحوم الحمراء واستفاد من لحومها وبيضها. الاسماك من اهم موارد الثروه المائيه واكثرها استغلالا. السمك ده يا اولاد برضو تعويض عن نقص في اللحوم الحمراء وغذاء بروتين الانسان، وطبعا بيحمينا من الايه من الامراض. وبتقوم على الثروه السمكيه بعض الصناعات زي صناعه حفظ وتعليب الاسماك. طب انا على الرغم من ان انتاج اللي عندي مصايد اسماك كتيره جدا، سواء نهريه سواء بحريه سواء بحيريه ومزارع سمكيه، بس مع الاسف انتاج السمك في الوطن العربي قليل. ليه بقى؟ اول حاجه ان الصيادين بيستخدموا اساليب بدائيه في الصيد، وده اخر درس يا اولاد خلوا بالكم، تخلف وسائل نقل وحفظ الاسماك، ان الميه بتبقى ملوثه بيؤدي الى موت عدد كبير من الاسماك او كميه كبيره من الاسماك. طبعا انا بستخدم ادوات غير مسموح بيها زي الشباك الضيقه دي اللي بتؤدي الى قله الثروه السمكيه. في كتير قوي من الناس اللي بيشتغلوا بحرفه الصيد بيتجهوا للعمل بايه؟ باستخراج البترول، لان طبعا ده دخلها اكتر. اخر سؤال عندي في بما تفسر، ليه بتتنوع المحاصيل الزراعيه؟ طبعا لتنوع درجات الحراره. احنا هنا الاسئله اختار الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. من العوامل الطبيعيه لقيام الزراعه اولا هتبقى، برافو عليكم، المناخ عشان طبيعيه. من العوامل البشريه لقيام الزراعه هتبقى، ها برافو، السوق. تعد ايه المصدر الرئيسي لري الاراضي الزراعيه؟ الامطار. ما تكتبش الانهار، مش كل الدول العربيه متوفر فيها انهار، دوله زي السعوديه مش متوفر فيها انهار. تعد المصدر الرئيسي لري الاراضي الزراعيه، تكتب مين؟ الامطار. 4، تقوم الزراعه في الاجزاء الشماليه للوطن العربي على مياه الايه؟ الامطار، وخاصة الشمالية الامطار الشتوية. تقوم الزراعة على مياه نهر ايه في الصومال؟ هيبقى نهر ايه يا اولاد؟ نهر جوبا وشبيل. اولى دول الوطن العربي في انتاج الاسماك هتبقى دولة، برافو عليكم، المغرب. من الدول العربية التي توجد بها جميع انواع المصايد، بحرية، بحيرية، نهرية، مزارع، هتبقى مين؟ مصر. تعالوا على صح وغلط. من الحضارات التي قامت على الزراعة، الحضارة المصرية القديمة. طبعا ايه يا اولاد؟ ها برافو عليكم، صح. رقم 2، توافر العوامل الطبيعيه يساعد على قيام الزراعه. عوامل الطبيعيه بس فقط؟ لا، ما دام كاتب فقط يبقى الجمله دي غلط. عوامل طبيعيه وبشريه. رقم 3، تقوم الزراعه في واحد سيوة اعتمادا على مياه الانهار. طبعا غلط، عن مياه الجوفيه. رقم 4، تقوم الزراعه حول سهلي او سهول نهري دجله والفرات في العراق. طبعا صح. 5، وهب الله وطننا العربي مناخا متنوعا ساعده على تنوع المحاصيل. طبعا صح، عشان كده بيحصل تكامل بين دول الوطن العربي. 6، ادت زياده الطلب على المنتجات الى قله الانتاج. غلط، الى زياده الانتاج. 7، يدخل قصب السكر في صناعه السكر. تمام، مظبوط، صح. 8، الرعي الجائر من الاسباب التي تؤدي الى التصحر. مظبوط، صح. انا عندي في رقم 9، تقوم الزراعه في الاجزاء الشماليه على المياه الجوفيه. غلط، على الامطار الشتويه. المياه الجوفيه دي اللي انا بزرع فيها، بزرع بواسطتها اللي هي مياه الابار والعيون، بزرع بيها الصحاري. 10، يدخل قصب السكر في صناعه السكر والورق والخشب. مظبوط، صح. 11، اولى الدول العربيه انتاجا للموالح. مصر، غلط، فلسطين. المصدر الرئيسي في رقم 12 للزراعه في الوطن العربي مياه الامطار. صح. رقم 13، من العوامل البشريه لقيام الزراعه راس المال والسوق والمياه العذبة. طبعا غلط، ليه؟ لان انا في رقم 13 انا بقول عوامل بشرية، رأس مال ماشي، سوق ماشي، مية دي عوامل طبيعية، يبقى رقم 13 غلط. 14، تقوم الدول العربية بتربية الدواجن استفادة من لحومها وبيضها. صح. تشكل الاسماك اهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي. صح.
رقم 16 بحيرة قارون من أهم المصادر. هو كاتب هنا إيه؟ البحرية. طبعاً غلط. ليه؟ هي إيه؟ البحيرية. ماشي، بحيرة قارون دي من مصايد البحيرية ودي في الفيوم، يبقى البحرية غلط. طيب رقم 17، استخدام الصيادين الأساليب البدائية أدى إلى قلة الإنتاج السمكي. طبعاً صح. توجد جميع أنواع المصايد في دولة موريتانيا. طبعاً غلط يا أولاد، أنواع المصايد موجودة في بلدنا في مصر. آخر سؤال في على الوحدة بتاعة الجغرافيا، وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هنبقى نتكلم على حل أسئلة الريفيجن بتاعة الجزء بتاع التاريخ. قارن بين القطن وقصب السكر والقمح. موسم زراعة القطن وقصب السكر، القطن محصول صيفي، قصب السكر محصول صيفي، القمح محصول شتوي. أنا عندي القطن بيدخل في صناعة ايه؟ المنسوجات والملابس. قصب السكر احنا قلنا السكر والخشب والورق. انا عندي بقى القمح في صناعة الخبز. ماشي يا اولاد، اللي هو دي اللي احنا بنعمل منه، دي ده اللي بنعمل منه ايه؟ خبز والحلويات والمكرونة والكلام ده. طيب انا عندي من اهم الدول في القطن وقصب السكر والقمح دولة مين؟ مصر. وان شاء الله الفيديو الجاي هنحل فيه التاريخ لغاية 15/3. سلام عليك يا اولاد.